معالي الوزراء، معالي الحضور والضيوف الكرام، الأصدقاء الأعزاء، سأبدأ كلمتي بتقديم الشكر لمصر على قيادتها وعلى تنظيم هذه الفعالية المعنية بالمياه في وقت صعب للغاية للمنطقة. أنا أم لثلاثة أطفال، أنا زوجة وشقيقة، ولا أعتقد أنني أستطيع أن أحضر مؤتمراً معنياً بالمياه دون التفكير في نكبة المدنيين من الشعب الفلسطيني الذين لا يستطيعون الحصول على المياه حالياً، لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة للشرب أو للطهو أو حتى للنظافة الشخصية. بينما نتحدث الآن إتاحة المياه للمدنيين هو حق إنساني أساسي لا يمكن لأحد أن ينكره تحت أي ظرف من الظروف. بينما نتحدث الآن توجد البنى التحتية التي يتم تدميرها بشكل منهجي، مياه البنية التحتية المعنية بالمياه في أوكرانيا، ونعتقد أنه في أماكن أخرى من العالم لا تعتبر المياه هبة. لا يمكن أن يصير المدنيين هدفاً، ولا يمكن أن يكونوا دروعاً بشرية، فإن حق الإنسان في المياه والصرف الصحي يجب أن يتمتع بالحماية الكاملة. المياه لا تعني فقط الحياة، ولكنها تعني أيضاً الكرامة. لذا أعتقد أن اللحظة مواتية الآن لكي نقف سويا ونفكر ونناقش كيف يمكن لنا أن نحمي المياه، وكيف يمكن لنا أن نصل إلى حوكمة للمياه وتعاون عابر للحدود وبنية تحتية للمياه وتمويل للمياه. ذلك أن المياه لا يجب أبداً أن تكون مصدراً للصراع، ولا يمكن لها أن تكون سلاحاً، بل بالأحرى أن تكون أصلاً من أصول السلام والتعاون. المياه بالفعل هي مورد شحيح، لذا يجب علينا أن نتوخى الحذر مع المياه. كما عرفنا أن التغير المناخي أدى إلى فقدان حيوات البشر، بالإضافة إلى عدم الاستخدام المستدام والمنظم للمياه، أدى إلى أن الموارد المائية في العالم تنضب بالفعل وهي تعاني من ضغط عظيم. يحذرنا العلم أننا في الأعوام المقبلة، وأتحدث هنا حتى حلول عام 2030، فإن نصف سكان العالم سيعانون من إجهاد مائي حاد. ونعلم أن هنا في هذه المنطقة في الشرق الأوسط وأيضا في أوروبا نواجه هذه المشكلة، ولم نعد قارة تحظى بوفرة المياه، بل علمنا أننا في خلال أعوام قليلة ستصبح الأرض الأولى أو المكان الأول للجفاف. هشاشة المياه والحرب من أجل توفير المياه هي ما يجب أن تجمعنا، لأنها تحدي جماعي. نحن بحاجة إلى تحول منهجي لطريقة إدارة المياه واستخدامها وتقييمها، وأن نضع في الاعتبار أيضاً النظم البيئية وطبيعتها، لأن الطبيعة هي ما توفر لنا المياه. وسأثني بوضوح شديد على دور مصر في معالجة تحدي المياه على المستوى العالمي. هذا هو العام الثالث على التوالي الذي يتعاون فيه الاتحاد الأوروبي مع مصر باعتبارها شريكا استراتيجيا لتنظيم فعاليات أسبوع القاهرة للمياه. على مدار أعوام عدة كان أسبوع القاهرة للمياه منارة للتعاون والإبداع والابتكار في مجال المياه، ومنذ بدأت هذه الفعالية كان الاتحاد الأوروبي يشعر بفخر شديد في لمشاركته في تنظيم هذه الفعالية. هذه الفعالية الهامة، وأعيد التأكيد على اهتمامنا بكافة المبادرات المعنية بالمياه في هذه النسخة من أسبوع القاهرة للمياه التي تلي قمة الأمم المتحدة للمياه، ما يجعلها محل اهتمام كبير. كما أن مصر لعبت دورا هاما في المشاركة في ترأس الحوار التفاعلي بشأن التواصل بين
الإجهاد المائي المتصاعد والأزمات العالمية الخاصة بالتلوث المياه. لذا في قمة الأمم المتحدة للمياه قررنا أن نعمل سوياً كي نصل سوياً إلى تحقيق الالتزامات التي وضعناها على عاتقنا وأن نحول هذه الالتزامات إلى أفعال وتنفيذ. في القمة الأممية للمياه التزم الاتحاد الأوروبي ب 33 إجراء وسأذكر منها اثنين فقط. أحد الأهداف الاتحاد الأوروبي هي إتاحة مياه شرب محسنة ومرافق صرف صحي ل 75 مليون شخص، كما التزمنا بتعزيز التعاون العابر للحدود وهو ما قمنا به كثيرا بالفعل خاصة مع القارة الأفريقية، وقد ضخنا 380 مليون يورو للإجراءات المعنية بالتعاون العابر للحدود في مجال المياه. كما سنعقد شراكات معكم جميعا كي ندعم الإعداد لاستراتيجية بيضاء للاتحاد الأوروبي للمياه، فيكون وكما سيكون الاتحاد الأوروبي مبعوث خاص للمياه في الأمم المتحدة. من جانبنا نعلم أننا سنواجه جفافا، لذا في العام المقبل سنطلق مبادرة للصمود الخاصة بالمياه كي نمهد الطريق للإجراءات الخاصة بالمياه في الأعوام المقبلة، ليس فقط في الاتحاد الأوروبي بل وخارجه أيضا، وسنحقق التوازن بين العرض والطلب والمتوفر والمطلوب في المياه بين كافة القطاعات، لأن كافة القطاعات لديها طلب على المياه، ولكن يجب علينا أيضا أن نضع في الاعتبار إعادة استخدام المياه وأن نكون متصرفين كفئين فيما يتعلق بالمياه. كما نريد أن نبني اقتصاد ذكي من منظور المياه وأن نعزز من استقلال المياه و كفاءة استخدامه، ويجب أيضا أن بينما نتحدث عن المياه أن نتحدث عن الديمقراطية والسلام. في جدول أعمال الأسبوع القاهرة للمياه لدينا عدة فرص للحديث بشأن هذه الإجراءات، كيف يمكن لنا أن نضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون أن تنضب موارد المياه، وكيف أؤكد على الدورات الخضراء للمياه، لأن الدورات الخضراء للمياه معنية بالنظم البيئية الخضراء مثل الغابات والتي تحتجز المياه ثم تطلق المياه، بالإضافة إلى الدورات الزرقاء للمياه. هذا الأسبوع هو محل الأفضل الممارسات الخاصة بالمياه، ونتطلع للانخراط في هذه الفعاليات. كما أود في النهاية أن أثني على حرص مصر على نقل المعرفة فيما يتعلق بتكامل إدارة المياه، ومن هذا المنطلق أيضا أود أن ألقي بالضوء على الرابط المصري للغذاء والمياه والطاقة، وهو أمر في غاية الأهمية لدعم وتعزيز أجندة مصر للتنمية المستدامة. من جانبي نشعر أن هذه المبادرة هي مبادرة في غاية الأهمية، تساعدنا على تحقيق الأهداف السياساتية الخاصة بالمياه على المستوى العالمي، وتساعدنا أيضا على الحفاظ على الزخم الخاص بالمياه. لدينا مبادرة فريق أوروبا Team Europe Initiative، والتي تعني بدعم الموارد مع شركاء مع الاتحاد الأوروبي كي نحقق أهم الآثار لأهداف التنمية المستدامة والتغير مع الدول الشريكة. وفي مصر على وجه الخصوص فإن مبادرة فريق أوروبي خاصة بتكامل الأمن الغذائي والمائي، ولدينا المزيد من الفرص الخاصة بالمياه، وأعتقد أن اليوم وهذا الأسبوع سنستغل هذه الفرص باعتبارها وسائل للتعاون. وشكرا جزيلا لكم.